أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء الجمعة 19 مارس 2021. لديك قدرة مذهلة على التعامل مع أي موقف وفهم كل تفاصيله. استخدم نقدك البناء اليوم لتجنب تنفر الآخرين منك. اليوم قد تضطر إلى شرح مشاعرك للجميع حتى لا يتفاجأوا بسلوكك. عندما يتحسن الموقف بينك وبين الآخرين، يمكنك اتخاذ خطوة جديدة في عملك. عاطفيا، زوجك لديه ما يخبرك به حتى لو كنت لا تريدين أن تستمعي إليه. ستواجه العديد من العقبات خلال هذه الفترة، ولن تقابل أي شخص يقف بجانبك. لقد عهد شريكك بعدم مساعدتك إذا كنت تقوم بأي عمل، وحذرك من القيام بذلك. هذا الصباح سوف تكون بمفردك لفترة من الوقت. مهنيا، اثبت للآخرين أنه يمكنك تحقيق العديد من الأهداف إذا حاولت فقط باستخدام عقلك. لا تستسلم، لكن حاول عدة مرات وتأكد من نجاحك إذا تصرفت بذكاء وجعلت الآخرين عميان. لا تختلق الأعذار، لأن لا أحد سيصدقك. اطلب وقتا للتفكير مرتين في بعض الأشياء. صحيا، مسألة حساسة تقلق راحتك وتثير أعصابك. صارح المقربين منك بها لتريح نفسيتك.